الله نمشيو مباشرة للفقرة الصحية والطبية وأرحب بضيفتي من الدار البيضاء الدكتورة عفاف رفاس أخصائية في أمراض وجراحة الأذن الأنف والحنجرة. صباح الخير دكتورة رفاس ومرحبا بك. شكرا حليمة، الله يبارك فيك، كل شرف لي نكون على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا بك وأنا أسعد وإن شاء الله ما تكون شيء آخر مرة. مرحبا بك في أي وقت دكتورة عفاف رفاس. الله يبارك فيك. اليوم غنتكلموا على واحد من المشاكل الشائعة في صفوف الأطفال وعموما ضعف السمع أو صمم أو فقدان السمع من الحالات المرضية ممكن يصابوا بها الأطفال في واحد السن مبكر دكتورة رفاس. وطبيعة الحال فقدان أو ضعف السمع مشكل شائع عند الأطفال، فإذا ما دركناش الأمر في المرحلة الأولية أو في مرحلة مبكرة ممكن تحوف مضاعفات كثيرة دكتورة. تماما حليمة، خصنا نعرفوا بأن مشاكل السمع بصفة عامة عند الأطفال هي درجات. يمكن يكون عندنا مشكل اللي هو خفيف، يعني نقص اللي هو خفيف، نقص اللي هو متوسط، أو لا نقص اللي هو شديد إلى حاد اللي عنده انعكاسات وخيمة على النمو ديال الطفل بصفة عامة. خصنا نعرفوا كذلك بأن هاد الإعاقة لأنها إعاقة إعاقة غير مرئية، ممكن ناش نشوفوها عند الولادة بحال الطفل عنده يعني واحد تشوه، ولا يعني خصنا نشخصوها عند الولادة. وفي العديد من دول العالم تشخيص ديال هاد الإعاقة إجباري عند الولادة. لماذا؟ لأن طفل على ألف كيتزاد بواحد نقص السمع اللي هو حاد في العالم. ومنين كيكون الحمل منطوي على مشاكل، أو لا المولود الجديد كيكون عنده تشوهات، ولا احتاج إنعاش مثلا، هاد النسبة كتضرب في 10، يعني كتولي طفل على 100. وهذا الشيء اللي جعل هاد التشخيص يعني يكون إجباري، لأن الحلول الموجودة وبحال ما قلتي كل ما كان تدخل مبكر كل ما النتيجة والانعكاسات السلبية كتقلل. نعم، هادشي علاش كنصيو دائما من خلال الفقرة ومن خلال البرنامج دكتور عفاف أن التشخيص المبكر كيخلي بطبيعة الحال الشخص يتفادى مجموعة من المضاعفات اللي ممكن تكون خطيرة جدا، اللي ممكن تؤدي إلى فقدان السمع دكتورة. فكيف ما قلتي هو مشكل شائع عنده علاقة مع مجموعة من الأسباب ما كرناش نذكروا منها، يعني إذا كان ممكن دكتورة عفاف يعني بعض الأسباب اللي كتؤدي إلى هذا النقص في السمع عند الأطفال. الأسباب هي متعددة، يعني وقت بحال اللي شرنا له، يعني درجة ديال النقص هي مختلفة، ولكن كذلك وقت الإصابة بالسمع كتكون فترات مختلفة من نمو الطفل. عندنا نقص السمع اللي كيمكن له يصيب الطفل عند الولادة، يعني اللي هو كيكون خلقي. الأغلبية ديال المشاكل السمع اللي هي خلقية كتكون وراثية جينية، يعني عندها علاقة بالجينات ديال المولود الجديد. يا يعني إما كيكون واحد من الآباء عنده مشكل يعني ديال السمع، أو لا شخص العائلة عنده مشكل السمع، ولكن ماشي من اللازم. يقدر يكون واحد الجين ريسيسيف اللي يمكن له يبان عند الجيل الجديد ولا عند المولود الجديد. ولكن كذلك عندنا أسباب اللي هي خلقية وكتكون مكتسبة راجعة لبعض الأمراض اللي كتكون عند الأم خلال الفترة ديال الحمل، ولا راجعة لتناول بعض الأدوية ديال الأدوية عند المرأة الحامل خلال فترة الحمل، أو لا أسباب اللي عندها علاقة بواحد المعاناة ديال المولود الجديد، يا إما خلال الولادة خلال الوضع، أو لا في ديك الفترة مباشرة ما بعد الولادة، بحيث أن المولود الجديد يمكن تكون عنده واحد المعاناة إن سوفرانس نيوناتال اللي غادي ينعس بها في الإنعاش، يكون عنده واحد تنفس اصطناعي، يقدر يكون عندنا واحد الصرار غير عادي في البشرة
اللي راجع لواحد المادة سامة على الجهاز العصبي بصفة عامة وخاصة الجهاز العصبي ديال السمع. كيقدر يكون مرض السكري عند الأم، كيقدر يكونوا بعض عند تعفنات، بعض تعفنات عند المولود الجديد اللي كتقدر تستدعي استعمال بعض الأدوية اللي هي سامة لحاسة السمع. وكذلك عندنا الأطفال اللي كيكونوا خدج، يعني كيتزادوا قبل من الوقت ديالهم، ولا اللي كيكون الوزن ديالهم عند الولادة اللي هو صغير، وكيكونوا أكثر عرضة لمشاكل السمع من باقي الأطفال. من بعد المراحل يعني ما بعد الولادة، نعم، كيقدر يكون عندنا خاصة أمراض اللي هي مكتسبة، أمراض تعفنية، وكنبغي نشير هنا التهاب الصحايا اللي هو لامينانجيت. كنعرفوا بأنها في 14% ديال الحالات كتقدر بعد ما تبرى تصيب حاسة السمع، وهاد الإصابة كتكون بدرجات مختلفة، وماشي من لازم تكون مباشرة بعد ما كيتعافى الطفل من هاد المرض. وبالتالي كنصحوا بواحد المراقبة اللي هي مشددة ما بعد تعافي من مرض التهاب الصحايا، باش من 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 مروش امام واحد النقص السمع اللي للاسف بعض المرات ما كينفع معاه تحل، لان كيقدر يؤدي لواحد التحجر ديال العضو الاذن الداخلي اللي هو القوقعه، وكيحرم الطفل من الحدود ديال تصحيح هذاك المشكل ديال السمع. مي تنقولوا ضعف السمع دكتوره رفاس، واش كنقصدوا بها مثلا الودينات بجوج، او لا ممكن يكون ضعف السمع في اذن واحده دون الاخرى؟ كيف ما شرط أن ضعف السمع هو يعني درجات، يمكن له يصيب أذن واحدة، أذنين، يقدر يصيب الأذنين بنفس النسبة أو لا بنسبة غادي نقوله غير متوازنة، يعني أذن نقصة الأخرى. نعم. الأعراض تختلف من طبيعة الحال دكتورة، يعني من حالة إلى أخرى حسب درجة نقص السمع كذلك. تماما، حسب درجة نقص السمع الأعراض تختلف، وكذلك حسب يعني المرحلة اللي ظهر فيها هذا نقص السمع، لأن نقص السمع مثلا يمكن يكون خفيف عند الولادة ولا ما يكونش عند الولادة، ويبان تدريجيا مع نمو الطفل، ويعني يا إما في فترة ما قبل ظهور الكلام، وهناك يكون تشخيص شوية صعيب لأن الطفل ما كيقدرش يعبر على هذه الإعاقة، ولا في فترة ديال ظهور الكلام، ولا الفترة ديال ما بعد ظهور الكلام. وحنا نعرفوا بأن بصفة عامة باش نجزموا أن كاين مشكل ديال سمع الطفل، يعني هي واحد المهمة اللي هي غير سهلة، لأن يعني الطفل ما كيعبرش، وهذا الشيء كيستدعي فحوصات طبية دقيقة باش تشخيص يكون يعني دقيق، وما نمروش أمام هذا التشخيص، لأن الطفل كيطور واحد غنقولوا المهارات، ولا كيميل باش يعوض ديك النقص ديال السمع بتقوية أداء الحواس الأخرى كحاسة النظر. ولكن كاينين بعض العلامات اللي كيرشدونا باش نشكو فواحد النقص ديال السمع. تماما، كيف ما قلتي دكتورة، يعني كاينين علامات اللي ممكن يبانوا، هي الأعراض ربما في مراحل مبكرة يقدر الطفل ما يعبرش عليها، تقدر الأسرة كذلك ما تنتبهش يعني أن هناك خلل أو مشكل، فكاينين ربما إشارات وعلامات يدلوا على أن الطفل يعاني. تماماً. من مشكلة. مثلا ردة الفعل غير عادية، حسب إذا كان صوت ضجيج ولا صوت مرتفع، إذا كان نقص حاد الطفل ما غينتابهش، ولكن إلا كان نقص خفيف ولا متوسط الطفل غادي ينتابه. مثلا الطفل اللي غادي يمشي يزيد الصوت ديال التلفازة، هذه يعني حاجة اللي كنشوفوها في الحياة اليومية ديالنا. الطفل اللي غادي يخلط بين الفونيمات ولا بين مخارج الحروف، هادشي غادي نقدروا نلقاو عند الطفل اللي عنده نقص خفيف. الطفل اللي غادي
ينعدم رد الفعل ديالو إزاء أصوات اللي هي خافتة، ولكن في نفس الوقت غادي يسمع الهضرة. هذه كذلك على من اللي غادي ترشدنا للنقص اللي هو غنقولو غادي نقولو متوسط. متوسط بعد ذلك عندنا اضطرابات إنتاج الصوت والكلام صفة عامة. مثلا غادي نعطيك واحد المعايير اللي هي مبسطة. غادي نقولو بأن طفل في 6 شهور خصو يكون كيبجغط ولا كيبعث واحد السلسلة ديال الأصوات، ابتداء من عام من 12 شهر خصو يبدا ينطق بواحد كلمات معزولة، ابتداء من غنقولوا عامين غادي يبدا يدير واحد الجمل مركبة من جوج كلمات، وفي السن ديال الرابعة يعني 4 سنوات خصو يكون عندنا واحد القدرة على التواصل، على تركيب جمل مفيدة، وعلى النطق بصفة اللي هي سليمة. كذلك خصنا ننتبهوا ملي كيكون عندنا واحد الطفل اللي كيتكلم ولكن كيكون عنده واحد التراجع في الكلام ديالو، يعني خص داكشي يثير انتباه ديالنا. كاين واحد العلامه واحده اخرى اللي كنبغي نشير لها كذلك هي اضطرابات السلوك بصفه عامه. اضطرابات السلوك ترشدنا الى مشكل ديال السمع، يا يعني اما الطفل ما كيهتمش في القسم، او لا الطفل اللي هو عنيف او عدواني، ولا كذلك الطفل عكس ذلك اللي هو مكبوت ولا ديما قلق. يعني كل مره يكون عندنا واحد الشك يا إما عند الآباء وإما عند الأسرة، لا بد أننا نأخذ الرأي ديال اختصاصي باش نستبعدوا مشكل ديال السمع اللي كيقدر التجاهل ديالو يؤدي إلى نتائج وخيمة في تطور الطفل وفي المستقبل ديال الطفل. نعم، وانت كأخصائية دكتورة عفاف رفاس صدرتي كذلك كتاب في هذا الصدد، إلى كان ممكن تكلموا عليه، كتاب يعني خاص حول هذا الحالة إلى بغينا نقوله اللي ممكن يعانيوا منها الأطفال، ضعف السمع. دكتورة عفاف رفاس كتاب صدرتيه، شنو اللي خليك بعد تكتبي هذا الكتاب دكتورة، يعني من غير أنكم في التخصص؟ شغل نقول لك حليمة، هو كتاب ضعف السمع عند الأطفال اللي صدر باللغة العربية واللغة الفرنسية، هذه سنتين يعني بمناسبة المعرض الدولي للكتاب في الرباط. هو واحد الكتاب اللي جاي من قلبي، هو كتاب اللي قلت فيه بزاف الحوايج كنبغي نقولهم يوميا للآباء ديال الأطفال اللي كيزوروا العيادة وما كيكونش عندنا الوقت الكافي للأسف في لا كونسلتاسيون. هذا الكتاب كيسعى إلى تقاسم واحد المعلومات وتجارب في مجال تكفل بضعف السمع بصفة عامة عند الأطفال، اللي بكل تواضع اكتسبتها خلال واحد 20 سنة رفقة أساتذة وزملاء وأصدقاء من بلدان مختلفة، وكذلك الآباء وهاد الأطفال اللي عشت خلال هاد السنوات وحاولت ندير جهدي معهم. هو موجه لواحد الجمهور عريض، ماشي غير الآباء، هو موجه للأشخاص المعنيين في المجتمع ديالنا بالمواكبة ديال هاد الأطفال ضعيفي السمع، يعني منهم الآباء خاصة لأنهم المعنيين أولا، ولكن كذلك المربون اللي كيلعبوا واحد الدور كبير 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 اللي هو أساسي في التربية وفي إعادة تأهيل هاد الأطفال، وكذلك الأخصائيين، لأن مجال تكفل بضعف السمع يعني هو مجال اللي كيستدعي واحد المواكبة ديال العديد من الأخصائيين، اللي ماشي فيهم غير الأطباء، يعني ماشي غير الأطباء الأذن الأنف والحنجرة ولا أطباء الأطفال، ولكن مروّدين النطق، المروّدين الحسيين الحركيين، الأخصائيين النفسيين، المربين، وكذلك الناس اللي كيضبطوا ديك السماعات ديال الدراري. بالتالي هذا الكتاب هو كيهدف
يعني قبل كل شيء إلى الإخبار إلى نصح إلى فهم كل مرحلة من مراحل هذا التكفل بالطفل، خصوصا المراحل اللي كتتبع. يعني أولا تشخيص، لأن الآباء هم الأولين والموحد بحال كيتصدم بديك الخبر ديال هاد الإعاقة. دونك خصنا نوجهوا كيف ما نقولوهم تماما باش ان شاء الله تكون نتيجة زوينة عند هاد الأطفال ويندمجوا في المجتمع ويكونوا يعني عضو يعني اللي هو كيتواصل باللغة الشفوية في المجتمع، كيتواصلوا باللغة الشفوية في المجتمع وعندهم يعني منسجمين في الذات ديالهم ومنتجين ومتوازنين. وكيف ما قلتي هنا تيبقى التوجيه مهم جدا كذلك الأسرة، لأن ملي كيكون طفل عنده واحد الإعاقة سمعية أو أي نوع من الإعاقات يصعب تقبل الأمر من طرف الأسرة، وهنا تخص الأسرة يعني تكون على قدر كافي يعني من الوعي باش تقدر تأخذ بيدك الطفل وتشوف شنو هي المسائل اللي كيعاني منها، ويكون تشخيص كيف ما قلنا في المرحلة المبكرة. فهنيئا لك ولنا بهذا الكتاب دكتورة عفاف رفاس، هو متوفر في الأسواق كنظن، يعني هو متوفر في واحد المكتبات، ما عرفتوش يمكن نقول الاسم ديال المكتبات، ما نذكروش الاسم ديال المكتبة ولكن نذكروا الاسم ديال الكتاب، يعني ضعف السمع عند الأطفال، واحد يعني لاشين ديال المكتبات وكيبيعوا داكشي الاوديو فيديوال، كاين في بزاف ديال المدن بالمغرب، وكينعطيه مجانا في العيادة ديالي للناس اللي ما عندهمش الإمكانية اللي يمكنهم يشريوه. نعم فوالا، دونك هذا نداء الناس اللي بغاو اللي بغاو يعني بطبيعة الحال يطلعوا على على الكتاب وعلى على الموضوع اللي هما معنيين بطبيعة الحال بالموضوع. نعم، وانا تنشكرك على موضوعنا اليوم، كان يعني مفيد جدا، وكنتمناو نكونوا فدنا به المستمع الكريم ديالنا. دكتورة عفاف رفاس، اخصائية في امراض وجراحة الاذن الانف والحنجرة، كنتي معنا مباشرة من الدار البيضاء.